مؤسسات ولسه الفكره بدايتها منها وحضرتك الاصوات عليه الثاني يسقط حكم العسكر الشرطه كذا 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 كذا. ده اللي يهمني كله ان انا اقول لا احنا ورا الجيش ورا الشرطه مش هنسمح حد تاني يهين الشرطه والجيش تاني. هو ده هدف الاساسي من الشرطه. بالنسبه للمطالب النهارده هي محدده في نطاق واحد اللي هو المصالحه. موضوع المصالحه ازاي احنا نتصالح مع ناس ايديهم ملوثه بالدم؟ لازم يكون سياده القانون هي الفيصل في المصالحه. ما ينفعش ان احنا نتصالح مع ناس ملوثه يعني ايديهم ملوثه بدماء المصريين ودماءهم بطنه الاطفال طبعا مع التفجيرات اللي بيعملوها. فما ينفعش المصالحه الا من خلال القانون. اي حد ايده ملوثه بالدماء لا يجوز له المصالحه. ده المطلب الاساسي النهارده. حمله منتهى ببساطه جدا. احنا بنطرح ثقتنا في الجيش كامله وفي الشرطه كامله لاعاده الامن المصري ولاعاده دوره الحياه. اهداف الحمله بسيطه جدا. احنا عاوزين نرجع الحرس الجامعي تاني ليه الجامعه. تاني حاجه احنا عاوزين نفعل قانون الطوارئ. ما دام انا مواطن شريف ما عنديش شغف وماليش اي انتماءات حزبيه او اي حاجه اخاف من قانون الطوارئ دي. لو هي الدوله خايفه ليه تفعل قانون الطوارئ؟ احنا عاوزين نوحد يوم يتفق عليه الشعب المصري. اليوم دوت نصوم فيه مسلمين ومسيحيين ونوهب ثوابه لشهداء رفح وللجيش ولشهداء اللي اتقتلوا في قلب مجزرة كنيسة الوراق. لازم اليوم دوت الكل يتفق عليه وكل سنة نفكر الإخوان باللي عملوه. دي أكبر حاجة الناس دي تنعزل من داخل جوه المجتمع وهي موجودة جوه المجتمع.